يلا بينا نعمل لوك ميك اب في حنه روح. هنعمل طبعا لوك ميك اب لروح وهنعمل لها لوك مختلف خالص. ما تركزوش معانا، كنا بنتخانق وبنصور فيديو كده تاني هتلاقوه عندها هنا. بقى كنت بجهز بشرتها ترطيب وبرايمر وكده، وبعد كده حطيت لها الفاونديشن. ما تتخضوش من شكل روح، هي ايه عايزه تطلع لكم بشكل فاني كده. وهنا بقى مش عارفه كنت بعذبها ولا برش لها فيكس سبراي. وهنا بقى كنت خلاص بخلص بشرتها وبنثبت، وقلت لها هعمل لك اي شادو خفيف عشان في الفرح تبقى زهره. فعملت لها بقى درجات البني ومن قدام لمع كده على جولد سيكا، حطيت لها رموش وعملت لها اي لاينر. وهنا بقى رسمت لها وينج رفيع كده، مش عارفه كانت رافعه دماغها كده ليه. وهنا بقى كنت بظبط شويه حاجات، بنسيل الباودر. يا جماعه انا عامله عروض على باكج الخطوبه والزفاف، فاللي عايز يحجز يكلمني عن طريق الواتساب او يكلمني عن طريق الدي ام. وهنا بقى كنت خلاص بفنش لها الميك اب. ايه رايكم؟ حاولت اعمل لها حاجه هاديه بس في نفس الوقت تكون باينه. هنا بقى كنت مستنياها تلبس او